رجعت لكم من جديد. دابا غادي ندير بقلاوة على شكل بقلاوة، ولكن هي غالبا المشرق كيسموها أساور الست، والسوريين كيسموها عش البلبل. فخليكم معايا نوريكم المقادير اللي غادي نحتاج، وتتبعوا معايا مرحلة بمرحلة. خليكم معايا. المقادير اللي غنحتاجو البيستاش، اللي بغيت ديريها بالبيستاش، او لا عندك اللوز او القرقاع، الجوز ممكن ديرهم تهما، ولكن الا ضفتي اللوز او الجوز خاصك تضيفي معاهم القرفه، لان القرفه كتجي مزيانه مع اللوز والجوز او القرقاع. فغنحتاجو هاد الكميه، انا درت غير 200 غرام ديال البيستاش. وغنحتاجو معاه السكر، شويه السكر نضيفو، وغادي نحتاجو هاد الورقه. الورقه معروفه يعني تلقاوها في البيسينات الكبار، ولا مرجان، ولا مثلا هذوك في المغرب هنايا راه كاينه عند في المحلات التركيه، المحلات الباكستانيه كاينه هاد الورقه ديال البقلاوه. غنحتاجو الزبده مذوبه، جيت تقريبا واحد نص كاس هكذاك. وغادي نحتاجو العسل بالاخير، عسل سائل الا كنتي مصوبه في الدار، ياتو كاين اللي يديروا القطر، لانك تصوبي في الدار بالسكر والحامض وهذا كيجي سائل بزاف ممكن تستعملوه، لكن انا كنفضل نستعمل العسل. نبداو على بركه الله. غادي نطحن هذا، ولكن هذا غطحنوه ماشي غير يطحن حتى يولي عجينه، غطحنوه يبقى يعني مقرمش، انه هنوريكم كيفاش انه يبقى مقرمش، يعني ماشي في هذه الوصفه ماشي خصو يكون مطحون بزاف. خليكم معايا. رجعت لكم بعد ما طحنا البيستاش، الى عندك المزهر ضيفيه على هاد المكون قبل ما تطحنيه، كديري شويه السكر والمزهر وتطحنيه ويبقى هكا مقرمش. دابا غندوز الورقه حلوها. دابا خاصكم تكونوا شاعلين على الفران على البطيء. نبدا معكم واحدة اخرى باش تشوفوها. الاولى نديرو الثانية، نفس الوقت ما تنساوش انكم تغطيوها باش يبقى الورقة شادة. كنا كندهنو الزبدة، قرب الجهة الأخرى، هاو ندهنو بالزبدة. أنا في الأول استعملت هذا، نوريكم دابا بهاد القلم نقيو كلشي. تقدروا تستخدم بيه كما قلنا، تخلو واحد خمسة سنتيمتر من هنا، تغطي، تبداي ترولي ترولي حتى يبقى تاني هنايا واحد خمسة سنتيمتر. طب صبعك هكا الزبدة من الفوق، نمشي هكا بحال تخرجيها القلم،
كيفاش داك التكماش كتدخلي لداخل بهذا الشكل. بقاو غادي هكا حتى كنكملو الورقة ديالنا كاملة. هادي زوينة بزاف، هاد أساور تيز ما فيهاش مقادير بزاف وكتجي زوينة بصراحة. عندنا حنايا هنايا شرقيين كديرو هاد البقلاوة أو هاد أساور سيت كما كيديرو في رمضان، كنا نفس القاعدة هكا. رول 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 تكمش. انا كملتها هنا كامله، غادي ندخلها للفران هنا طلعتها من الفرن على هذا الشكل. نحاولوا نديرو هكا كتعمر كلها بالعسل.